السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا مشاهدي فضائيه العراق التربويه اعزائنا طلبه الصف الرابع العلمي نلتقيكم في درس جديد من فضائيتكم فضائيه العراق التربويه في ضمن ماده الاحياء الفصل السابع وسيكون درسنا لهذا اليوم بعنوان الزهره اعزائي الطلبه في الدروس السابقه اخذنا مقارنه او اخذنا نبات ذات فلقتين اللي متكيف للمعيشه البريه اللي هو نبات الباقلاء. في درسنا لهذا اليوم سنستكمل شرح نبات الباقلاء وراح ناخذ الزهره بالاضافه الى الثمره. ننتقل الى الزهره، ما هو تعريف الزهره؟ تعرف الزهره بانها غصن انضغط وتحورت اوراقه للقيام بوظيفه التكاثر. اذا ممكن يجينا اول سؤال ما هي وظيفه الزهره؟ الزهره هي عباره او وظيفه تقوم بوظيفه التكاثر يتميز الغصن الزهري بمميزات اهمها اولا يتميز بعدم استطاله السلاميات فتبقى الاجزاء الزهريه او الاوراق محتشده على عقد لا تفصل بينها سلاميات واضحه ثانيا يتوقف الغصن الزهري عن النمو بعد تكوين الاجزاء الزهريه كما في الغصن الخضري ثالثا الزهرة النموذجية في نباتات ذات الفلقتين تتكون من أربع حلقات وبتسلسل ثابت من الخارج إلى الداخل ما هي هذه الحلقات أعزاء الطلبة أو ما هي أجزاء الزهرة رح نجي هسه نشرحها بالتفصيل ب أو كمثال زهرة البقلة أول جزء اللي هي الأوراق الكأسية وتكون إلى الخارج والتي تكون الكأس وتسمى أيضا باسم السبلات ثانيا الأوراق التويجية واللي تقع إلى الداخل من الأوراق الكأسية والتي تكون تركيب يسمى باسم التويج وتسمى كذلك باسم البتلات ثالثا الطلع أو الأزدية وهي تعتبر الجهاز الذكري في الزهرة ثالثا أو العفرابعا المدقة أو المتاء والتي تكون الجهاز الأنثوي تحمل الزهره على ساق يعرف هذا الساق باسم الحامل الزهري والذي تتسع قمته ليكون التخت والذي تترتب عليه الاجزاء الزهريه بالتسلسل. ما هو الحامل الزهري؟ ما هو تعريف الحامل الزهري اعزائي الطلبه؟ هذا سؤال ممكن يجينا. الحامل الزهري هو عباره عن ساق يحمل الزهره وتتسع قمته ليكون التخت. بالإضافة لذلك ما موقع ووظيفة التخت الموقع يوجد في قمة الحامل الزهري الوظيفة تترتب عليه الأجزاء الزهرية بتسلسل نوعين يعني من الأزهار موجودة عندنا أعزائي الطلبة النوع الأول هي الزهرة الخنثية كمثال نعطينا عليها والزهرة الثانية هي زهرة جانبية التناظر ما هي الزهرة الخنثية؟ هي الزهرة التي تحول أعضاء الذكرية والأنثوية معا مثل أزهار نبات الباقلاء بالاضافه الى ازهار ذوات الفلقتين. بينما يمكن تعريف الزهره جانبيه التناظر بانها الزهره التي يمكن تقسيمها الى نصفين متشابهين فقط. خلي نشوف شكل لزهره نموذجيه او زهره خنثيه. هذا اعزائي الطلبه شكل او رسم للزهره النموذجيه او الزهره الخنثيه. راح نلاحظ هنا اجزاء الطلبه هذا الحامل الزهري اللي موجود عندنا واللي قلنا هو عباره عن الساق واللي راح يجي يتوسع بنهايته اللي يحمل الجزء المتوسع الذي يسمى التخت الاجزاء الزهريه تترتب بالشكل التالي اول جزء زهري هو الكاس او الاوراق الكاسيه الجزء الثاني هو الاوراق التويجيه واللي يتكون عندنا التويج الجزء الثالث هو الطلع او اعضاء التذكير او السدات واللي راح تيجي تتكون من متك وتتكون من خويط الجزء الرابع المدقة أو المتاع وهو أض التأنيث اللي موجود في الزهرة واللي تتكون من مبيض قلم ميسم وبداخل المبيض توجد البويضات هذا كمثال على زهرة نموذجية أو زهرة باقلاء أو زهرة خنثية ننتقل أعزائي الطلبة إلى وصف دقيق لأجزاء الزهرة اولا الكاس يشمل المحيط الخارجي في ازهار نباتات ذوات الفلقتين عامه. اذا المحيط الخارجي عزاء الطلبه هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن اوراق صغيره خضراء اللون تكون او تسمى باسم الاوراق الكاسيه تكون بمجموعها تركيب يسمى باسم الكاس. هذا الكاس نجي عليه يتالف من اوراق خضر تسمى باسم الاوراق الكاسيه او السبلات. وظيفة الكاس حماية الاجزاء الداخلية للزهرة وهذه الاوراق قد تبقى ملتصقه بالثمره كما في ثمره الباذنجان او ثمره الطماطم في زهره الباقلاء توجد خمسه اوراق كاسيه خضر اللون وتكون ملتحمه ننتقل الى الجزء الثاني من الاجزاء الزهريه اللي هو يشمل التويج التويج يتكون من الاوراق التويجيه او تسمى باسم البتلات. تتميز بانها تكون ملونه ولها رائحه وتقوم بجذب الحشرات لاتمام عمليه الاخصاب. في زهره الباقلاء فلها خمسه اوراق تويجيه بيضاء اللون وتكون منقطه باللون الاسود وتكون من النوع الفراشي اي ورقتان اماميتان ملتحمتان وتسميان باسم الجؤجؤ. يوجد بداخلها الازديه وورقتان جانبيتان منفصلتان تسمى الاجنحه وورقه واحده خلفيه وهي الاكبر حجما وتسمى باسم العلم. اذا اعزائي الطلبه ممكن نسوي مقارنه بين الاوراق الكاسيه ممثله بالكاس والاوراق التويجيه ممثله بالتويج. فنجي اولا على الاوراق الكاسيه او الكاس هو عباره عن تركيب يتكون من مجموع الاوراق الكاسيه وتكون هذه الاوراق خضراء اللون توجد الى الخارج الجزء الاول وتقوم وظيفتها حمايه الزهره. بينما الاوراق التويجيه هي اوراق ملونه او التويج يتكون من مجموع اوراق تويجيه وهي اوراق ملونه تكون ذات رائحه عطريه وظيفتها جذب الحشرات لغرض اتمام عمليه الاقصاء. ممكن سؤال ثاني، ما هي ميزه الاوراق التويجيه في نبات الباقلاء؟ خلينا ناخذها بالتفصيل. الاوراق التويجيه او زارة نبات الباقلاء تكون الاوراق التويجيه من النوع الفراشي الى كم جزء تجزئ او الى كم جزء تقسم اولا الجزء الاول ورقتان اماميتان ملتحمتان والذي يسمى باسم الجوجو توجد بداخلها الازديه ورقتان جانبيتان منفصلتان تسمى الاجنحه الجزء الثالث ورقه واحده خلفيه هي الاكبر حجما تسمى باسم العلم خلينا نشوف انه فد مقطع او صوره لازهار نبات الباقلاء هاي ازهار نبات الباقلاء اعزاء الطلبه ونلاحظ انه لونها او لون الاوراق التويجيه راح يكون ابيض واللي تكون مبقعه او تحتوي على بقع سوداء اللون بالاضافه الى وجود الازديه بهذا الشكل ننتقل الى الجزء الثالث من اجزاء الزهره وهو الطلع او اعضاء التذكير الطلع أو أعضاء التذكير هو عضو التذكير في الزهرة والذي يحمل حبوب اللقاح يتكون من الأزدية وتتركب السداد الواحدة من جزئين الجزء الأول هو عبارة عن خيط رفيع يتصل بالتخت من الأسفل وينتهي في أعلاه بجزء منتفخ يسمى باسم المتك المتك اللي هو الجزء الثاني من السداد وهذا الجزء يتكون من فصين يحتوي كل منها بداخله على حبوب اللقاح. اذا سؤال ما هي اجزاء الازديه او ما هي اجزاء السدات الواحده؟ راح تتركب السدات الواحده من المتك وتتركب ايضا كذلك من الخيط الرفيع او الخيط عند النضج يتفتح المتك لنشر حبوب اللقاح الى الخارج. ننتقل الى نبات الباقلاء. نبات الباقلاء توجد عشره ازديه. تسعة منها ملتحمة لتكون الأنبوبة السداتية، إذا أعزائي الطلبة ممكن تعريف ما هي الأنبوبة السداتية؟ هي عبارة عن تسعة أزية ملتحمة في زهرة تبات الباقلة. أما السدات العاشرة فهي حرة وتسمى في هذه الحالة باسم ثنائية الحزم. ننتقل إلى الجزء الخامس أعزائي الطلبة اللي هي المتاع أو أعضاء التأنيث. عضو التأنيث في الزهرة يسمى باسم المتاع أو أعضاء التأنيث. يتألف عضو التأنيث من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يسمى المبيض. يتألف المبيض من عدد من الأوراق المتحورة تسمى باسم الكرابل والتي تتحد مع بعضها أو تكون كربلة أو تكون من كربلة واحدة لتكون المبيض والذي يحتوي على البويضات. إذن المبيض أما يتألف أما يتألف من عدد من الأوراق المتحورة الكرابل التي تتحد مع بعضها أو يتكون من كربلة واحدة. سؤال أين توجد البويضات؟ جواب توجد البويضات داخل المبيض. الجزء الثاني من أعضاء التأنيث يسمى باسم القلم. القلم يتمثل بجزء أسطواني يتصل بالمبيض. الجزء الثالث الميسم. والذي يوجد في نهايه القلم الذي يستقبل حبوب اللقاح في الباقلاء ويتكون المبيض من كربله واحده ويمتد الجهاز الانثوي كله داخل الانبوبه السداتيه. خلاص اعزاء الطلبه ننتقل للرسم حتى نوضح نوضح اجزاء الانثويه في الزهره لان يعني يحتاج الى توضيح. هذا الرسم اللي تناولناه قبل فتره هاي الأجزاء الأنثوية المدقة أو المتاء راح نلاحظ أعزائي الطلبة أنه موجود عندنا المبيض اللي هو الجزء القاعدي من المدقة واللي راح يكون منتفخ ويحتوي بداخله على البويضات. بينما المبيض يتصل بهذا التركيب الأسطواني اللي ينتهي إلى هنا. هذا التركيب الأسطواني يسمى باسم القلم. والقلم الجزء العلوي للقلم يكون منتفخ يسمى باسم الميسم اذا أعزائي الطلبه عندنا اربع اجزاء اساسيه للزهره واللي تشمل الاجزاء الاساسيه الاوراق الكاسيه الكاس الاوراق التويجيه التويج والطلع اعضاء التذكير او السداد واللي متكونه من المتك ويتكون من الخويط بالاضافه الى اعضاء التانيث اللي هي المدقه واللي تتكون من ثلاثه اجزاء اللي هي المبيض الجزء الاول والقلم الجزء الثاني والميسم الجزء الثالث أعزائي الطلبة هذه هذه الأجزاء هي أجزاء زاهرة نموذجية أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحسن المشاهدة والاصغاء شكرا لكم إلى اللقاء